باسم الكابتن أسامة أيوب مدرب الملاكمة الفتيات. احنا بعد الكورونا اللي صارت يعني في غزة اضطرينا نيجي على البحر غزة عشان نعمل تمارين يعني للبنات عشان نحافظ على مستوى اللياقة البدنية والقوة والرشاقة. اخترنا طريق البحر عشان المسافة كبيرة، تباعد اجتماعي، البنات لابسين كمامات، ثاني حاجة الهواء نقي، ثالث حاجة نفسية البنات ترتاح أكثر، أحسن من النوادي الخاصة. أنا كان حلمي وأنا وصغيرة أن ألعب لعبة الملاكمة، لما أنا كنت أتفرج على اليوتيوب أشوف مايك تايسون بيلعب، أنا كنت أشوف مثلاً مايك محمد علي كلاي، ولقيت انه كابتن اسامه بدرب بنات فانا سجلت وعلشان يعني احقق حلمي العب ملاكمه، لانه كمان هي الملاكمه مش بس للولاد. احنا فريق كامل، احنا بنكون مع بعض واقفين جنب بعض في الصعوبات في المحن، علاقتنا كلها مع الكابتن منيحه، في احترام وود، احنا مع بعض على الحلوه وعلى المره. حلمي يكون في عندي حاضنة أول حاجة للفتيات البنات، ثاني حاجة يكون عندي نادي يعني كبير على عشان عندي 45 بنت لازم يكون مساحة أكبر، ثالث حاجة حابب إيش أحقق حلمي أشارك في محافل عربية والدولية نرفع علم فلسطين عشان نقول هذه بنت أسست من هي صغيرة 5 سنين اليوم عمرها 18 سنة.